انه الصناعه كان نسبه الضريبه اللي عليها 14 رفعوها ل 20 بدون اي استشاره، مع انه اللي بيخلق التنميه المستدامه الصناعه، صحيح. اللي بيخلق فرص العمل الصناعه، اللي بيخلق التوازن الاجتماعي وتشغيل الايدي العامله الصناعه. بدل ما يحاولوا يشجعوا ضمن الظروف السياسية اللي حوالينا، مثلا العراق مغلق، سوريا مغلق، لبنان مغلق، اليمن مغلق، كل الدول اللي حوالينا مغلقة، بدل ما يحاولوا ينزلوا 14% أو يجدوا أنواع أخرى رفعوها إلى 20. وهذه الصناعة هي التي تخلق فرص عمل والتنمية المستدامة لكل البلد بشكل عام. هاي شغله. شغله ثانيه، يعني بقول لك غرامه التاخير 5% شهريا، نعم، بحد اقصى 25%. شو 5 يعني اذا واحد لم يقدم الاقرار في 30/4 بكل شهر بدك تدفعه 5% لغايه 25%، على ايش؟ مع انه انت، انا شخصيا الى على ضريبه الدخل والمبيعات 50,000، وصار لهم 6 شهور بعد تفتيش وبعد اقرار وبعد كذا ما بيدفعوا ولا فلس واحد عليهم. انت اذا مجرد الاقرار الضريبي لظرف ما او المدقق الخارجي او تبع الميزانيه لم يسلمها بوقتها 5%، طبيعي هذا شيء مجحف. زائدا انه هل يعقل انه احنا خلال 4 سنوات 4 قوانين ضريبه الدخل عندنا؟ يعني ما عندنا استقرار تشريعي نهائي. هذا شيء لا يمكن انه يكون يعني شيء صحي وشيء جاذب للاستثمار، سواء الاستثمار المحلي او الاجنبي. المفروض انه يكون في استقرار ضريبي، استقرار تشريعات، استقرار للاعفاءات اللي بتعطيها للمناطق التنمويه. انت بتقول بدي مناطق تنمويه في المناطق البعيده زي الازرق وخلافه وكذا، مفروض تخليها مستقره، لا تضلك تلعب في قوانينها وفي اجراءاتها بحيث انه تهرب المستثمر سواء كان المحلي او العربي او الاجنبي. نعم. يعني هذه نقطه. النقطه الثانيه بقول لك، يعني انا مستغرب انه هل يجوز انه المنطقه الحره يصير عليها، ما انتم بتقولوا منطقه حره وعباره عن خارج المملكه، يصير تدفع ضريبه لمجرد انها باع صارت معامل داخل المملكه. افرض اجت البضاعه مباشره من الصين، انت بتدفع الصيني ضريبه؟ نعم. انت بالعكس سهلت للاردن انه خليته يخزن بالمنطقه الحره وخليته يجيب كميات اقل، فما بيصير تفرض على يعني هي قرارات وتشريعات طاردة للاستثمار. طاردة.